يتوجه عبد العالي للمركز الطبي البيداغوجي محتفلا بيومه الوطني لذوي الهمم العالية رفقة أصدقائه، فهو يعيش حياته بشكل طبيعي محاولا التجانس مع الإعاقة التي كتبها الله عليه. مكفوف، إنسان مكفوف من 2012، الحمد لله الحمد لله راضين على بقضاء الله وقدره. تعلم طريقة كتابة البرايم وراني قطعت فيها شوط كبير الحمد لله. دعما لقدراته قامت مديرية النشاط الاجتماعي بدمج عبد العالي في إطار الإدماج المهني ليقدم إضافة لتعليم لغة البرايم. عبد العالي أبو بكر اللي عنده تحديات كبيرة في تعليم لغة البراي، وهذا الطفل رانا رسمناه في إطار الإدماج المهني على مستوى المدرسة باش يزيد يمد إضافة لهذا الناس اللي خاصهم المساعدة في إطار الإعاقة البصرية في تعليم لغة البراي. هذه الفئة هذه لازم نعتني بها أكثر، لازم نساندوهم ولازم نشجعوهم. وإحنا دائما في السياسة نتاعنا سواء كانت الوطنية والمحلية الدعم دائما موجود، واليوم حضورنا معهم يعني يبرر هذا الشيء، وإن شاء الله نستمر حتى إن شاء الله هذه الفئة ما تحسش روحها أن راهي فئة اللي يعني فئة منفصلة من المجتمع الوطني. لتبقى فئة ذوي الهمم العالية تحتاج وقفة والتفاتة من الجميع وبشكل مستمر ومتواصل حتى تدمج في المجتمع وتلعب دورها.